بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في بندا على المواد الغذائية، عاملين تخفيضات حلوة جدا على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية. هنشوف محاضرات طعام وقطعات بصل وأطقم الستانلس اللي هي الكركماز، الأواني المنزلية. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشره، اول جرس اشعارات الكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناه. وما تنسوش اللايك. الاسعار بتبتدي من 9 ريال. نبتدي كده الفيديو مع بعض. ده شوفان، اسمه ماركته اسمها هناء، على فكره حلوه قوي برضو. دي تونة، التلات علب، في بسبعة وفي بتسعة وفي بعشرة وبحداشر وباتناشر، الأربع علب باتناشر. علب الفول اللي هي أمريكانا التلاتة بعشرة، عليهم عرض برضو. عايزة أنوه عن حاجة بس، إن الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية في دقيقة ستة. في بقى الحبوب زي الحمص كده، الفاصوليا في بتسعة وبعشرة وبحداشر وباتناشر، الكاتشب باربعتاشر في بتسعة، المكرونة عليها عرض برضو في الخمس تكياز بتسعة وفي التلاتة بتسعة. في بقى زيوت الزيتون كمان على تسعة، زيت زيتون، في زيت زيتون اللي هو الأسباني وزيت عافية بتسعة وتلاتين، زيت زيتون الحجم الأكبر. في بقى اللي هو زيت النخلتين بتسعة، الشاي الليبتون بتلاتاشر اللي هو تقريبا 500 جرام، في الليبتون برضو اللي هو الأخضر، النسكافيه على 28، في بخمسة وعشرين على 18، في علب تونة برضو بتسعة تلاتة، في اللي هو العسل لينجز على 52، عسل النحل، الكورن فليكس بتلاتة وعشرين عليهم عرض برضو. نشوف بقى أسعار الرز، ده رز مصري سون وايت على 27، الخمسة كيلو عليهم عرض حلو قوي. في بقى الرز البسمتي على 58 اسمه العائلة، ده زيت نور في عرض الاتنين العبوتين على 21 ريال. نشوف بقى ده دي شوكليت على 46، دي صلصة السعودية على 23، التلات على فكرة التلات علب. في بقى عروض على المكرونة كودي في بأربعة، التلاتة على عشرة، في اللي هي مكرونة، في انواع كتير قوي، مكرونة السعودية في على تسعة، الخمسة حبة، في انواع تلاتة حبة، في انواع خمسة حبة. ده زيت زيتون على 18، ده زيت اسباني على 16. في بقى انواع زيت زيتون كتير اهي، في على 25، زيت عافية، زيت الذرة على تسعة، ليزا، ليزا بتسعة، في مازولا، زيت هالة على 24، ألفا بتمنتاشر، زيت ذرة ألفا. في بقى التوابل، في اللي هي الكمون والكزبرة، في بأربعة بتمانية بتسعة، ده بأربعة، الفلفل الأحمر. نشوف أسعار العسل، ده عسل بند على 17، في عسل المزرعة الخضراء ب19، ده عسل المراعي على 14،
عليه عرض برضو. في بقى عسل الشفا ب 20، في عسل الشفا منزلنا عرض حلو قوي عليه ب 24، عسل ساري ب 46، عسل نحل اللي هو العبوة النص كيلو في على 46 و 28 و 64. ده عسل الشفا ب 171، عسل الغابة السوداء ده الكيلو. صلصة السعودية التلاتة حبة ب 23. نشوف بقى الأواني المنزلية، دي أطباق ستانلس في على 5 و 8 و 10. دي بولا بايركس على 25، في بقى البويلات اللي هي البولات البايركس دي ب 29. دي صواني بايركس الفرن على 30، حجمها كبير. دي حلة ستانلس في ب 75 و 95، دي ب 94، هنا ب 72 على حسب حجمها. ده طقم ستانلس على 129 اسمه رويال فورد، ده 12 قطعة. ده طقم سيراميك على 169، ده طقم جرانيت 7 قطع، سعره 214، 7 قطع. دي حلة ضغط من السيف على 135 ستانلس، في نوع تاني على 89. ده طقم بقى كروكوماز ب 379، ده 9 قطع، كروكوماز الأصلي 379، ده عليه عرض على فكرة، كان ب 500 وحاجة تقريبا، سعره بقى 379. ده طقم كروكوماز برضو على 434، في 10 قطع ب 310، التلات قطع يعني بالبصوا بالغطيان هو 3 حلل، ده سعره 312. ده طقم ستانلس تركي ب 318، 9 قطع، 318. ده طقم ستانلس تركي برضو 14 قطعة ب 650، يعني في انواع عليها عرض وفي حاجات ما عليهاش عرض. حلو قوي برضو الطقم ده، ما شاء الله يعني في قطع كتير. نشوف بقى الاجهزه الكهربائيه، دي قطاعه، في قطاعة قلت على 55، في قلت برضو ب 69، قطاعة بصل وخضروات. نشوف الأجهزة الكهربائية بالنسبة للخلاطات والعجانات، خلاط مولينكس على 219، في العجانة جيباس دي محضرة طعام ب 149، القلاية فيليبس ب 329، في بقى القلاية اي تي سي على 279، قلاية كيليكون ب 299 كيليكون، القلاية جيباس ب 369، تيفال ب 429، فيليبس ب 449. في بقى الخلاطات، عصارة الفواكه ب 199 جيباس، دي محضرة طعام كينوود على 219، دي محضرة طعام مع خلاط إيريت ب 149، بالخلاط ب 149، سعرها حلو قوي. ده خلاط مولينكس على 129، في الخلاط كينوود على 149 مع 2 مطحنة، ده فيليبس على 159، ده خلاط كولين ب 99، خلاط فيليبس ب 189، مولينكس على 149 بالمطحنة.
400 واط. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في بندا على المواد الغذائية وأجهزة المطبخ الكهربائية وحلل الستانلس، الكركماز والأواني المنزلية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.